احنا وين هلا يا صديقي؟ في مدينه اريحه. احنا في اقدم مدينه في العالم. شوف انا كثير بحب ريحه لان تربيت هون وعشت هون صراحه، فبحب دائما اجي اصور هون. انت رحاوي؟ رحاوي 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 من رحاوي. احلى عيله، الفخذ الاكبر في ريحه، جلايطه وغروف، ومين كمان عيل ريحه الفخمي؟ صراديح، حواجنه، صراديح، حواجنه، كل احترام. براهمة. روما، براهمه، بالو، بالو. يا ابوي اذا مسكرتني بولاد صفو اصحابي احلى شباب. اعطيني كلمه ما بفهمها الا اهل ريحه. لهجه الرحويه مميزه وحلوه ولطيفه وانا بحبها كثير. كيف بيحكوا؟ اعطيني كلمتين ثلاثه. نوابت بغربيه. ايش يعني؟ ليش تطلع فيه؟ ليش تجحر فيه؟ غبايه، غبه، غبايه، او غبايه، غبايه. ايوه ايوه، غبايه، غبايه، غبايه. بي انت خامس واحد يقول لي غبايه، غبايه. انا بعرفها بس مش عارف يعني، بعرفش ترجمها صراحه. غبايه يعني هي بتنحكى لما تعمل إشي لواحد فتزعله فيقول لك غبايه. سلم عمك. امك. امك. الرحويه بيحكوا امك. نعم صحيح. صح مزبوط. هدي بزولك، هدت هدك، هدت هدك مثلا، هدي بمنظرك، هدي بخشومك، هدي بخشومك. شو يعني هدت هدك؟ يعني إشي يقع عليك. اوكي. هي شيء سلبي. ايوه شيء سلبي. تمام. كمصطلح انه انا مش عاجبني شو بتحكي. بركه. بركه. بركه اللي هي بس بالضمه بيحكوها. أيوة. بركه. بروح اسبح في البركه. ليش تلد فيه هيك؟ ليش لويش بتلد؟ ايوه. لويش مش ليش، لويش بالرحاوي، لويش. صح صحيح. في تحة كمان. ايوه تحة وفوق، تحة وشمال وغاد. طيب في معي جمله يا صديقي، جمله فلسطينيه غريبة شوي، صعبة شوي، بدي اياك تجرب تحكي لي اياها ثلاث مرات بسرعة. اكلنا الاكل تشيلو وتشبينا الباكي لكلاب. عيدها. اكلنا الاكل تشيلو وتشبينا الباكي لكلاب. اكلنا الاكل تشيلو وبقينا كبينا. اكلنا الاكل تشيلو وتشبينا الباقي لكلاب. اكلنا الاكل تشيلو وتشبينا الباقي لكلاب. ركز ركز فيها، ركز فيها. اكلنا الاكل تشيلو وتشبينا الباكي لكلاب. اكلنا الاكل تشيلو وتشبينا الباقي لكلاب. انت هون راح تعلق عند الباقي، بتعلق، انا بعلق عندها برضو يعني. يلا كمان مره. اكلنا الاكل تشيلو. انت علقت بدري. اكلنا الاكل تشيلو اوكي وتشبينا الباقي لكلاب. مش الباقي، الباقي بالرحاوي. انا بدي اياك تحكي لي الباقي. شفت كيف اللهجه قلبت عندك؟ وانا بتقلب عندي بس اجي اريحه بحكي بالاك بصير. ايوه. هلا في معي انا مجموعه من الكلمات الفلسطينيه المميزه، بدي اياك تحاول تعرف معانيهم. شو يعني نبوت الأربعين؟ نبوت الأربعين؟ احكي لك جيب لي نبوت الأربعين وتعال. ايش يعني؟ هي جمله إشي لايش بس بالضبط. نبوت الأربعين هي تستخدم في الطوش. غريبه شوي، اول مره بسمع فيها. ما عنديش انا. بوت بوت نبوت نبوت بوت مش جاي معي. انت على نفس الوزن بس ما كيف زبطت معك يا زلمه؟ لا مش بوت. هي نبته؟ هي مش نبات بالمره عشان تكون بالصوره، هي مش نبات. اللي هو الدبسه. الدبسه، الدبسه، العصايه. طيب كلمه ثانيه ايش يعني جعيط؟ جعيط واحد شايف حاله. انت جاي تعجزني. انا مش عارفها. انا فلسطيني. بس شو هذا؟ هذا لا والله جعيط سهل يا زلمه. اللي بعيط كثير. لا كذاب. جعيط يعني بضله يخلط، يعني بضله كيف، يضل يبجح كثير بالحكي و... عريض. عريض. ايوه عريض. هذا هو صديقي. الله يقويك يا رب. الله الله يحفظك حبيبي. حبيبي والله حبيبي. هلا 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 هلا. تاكل اليوم هلا 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 كيف هلا حبيبي. هلا هلا مسكت معك يا رب. حد يسكر الخط يا زلمه، ما بعده ساعه. هلا حبيبي. باي 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 باي. ماشي سلام سلام. وبفتح كمان موضوع برجع. اسمع لما كنت امبارح. طب يلا ماشي سلام سلام. سلم ابوك. سلم ابوك. باي باي باي. ليش بنزل معه هيك؟ بكون ماسك التليفون، ماسك التليفون زيك بيحكي باي، بنزل معه سلام 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 عشان يحط التليفون بجيبته يمكن. او